أعزائي المشاهدين، السنة دي قررت أبقى مذيع في برنامج حواري شهير، ولأني طبعاً شهير قلت أجيب اتنين زملاء من غير ما يعرفوا إنهم هيتقابلوا ولا هيقابلوا نفس المصير، بس لازم يكون في بينهم خلاف كبير، متخانقين أو منافسين أو مفيش بينهم أي تقدير، وبعدين يتورطوا في موقف مرعب كله تدمير. وطول التصوير كنا في صراع مرير، ناس ما استحملتش وناس ما كملتش، ومفيش داعي للتفسير. ورمضان كريم، بس جمدوا قلبكم لأن اللي هتشوفوه خطير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وفيديو النهاردة معنا الحلقة ال 12 من برنامج رامز جام من الاخر، فتابع معايا الفيديو للنهاية واعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة بتاعت النهاردة. قبل الفطار بساعة بالظبط هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو، وهتلاقيني كاتب لك اسم الضيوف في اول تعليق. بس زي ما احنا متعودين مع بعض، اهم حاجة طبعا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة اول باول. ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في حلقة النهاردة على طول. وبعد ما شفنا حلقة امبارح، حلقة ايتن عامر وسمية الخشاب، وحلقة جميلة جدا وعجبت ناس كتيرة قوي، لان الحلقة كانت مليانة بالضحك بصراحة يعني. والحلقة دي كانت الحلقة 11 من برنامج رامز جاب من الاخر. وفي حلقة النهاردة معانا الحلقة 12 من برنامج رامز جاب من الاخر. طبعا دلوقتي في ناس كتير قوي بتدور وعاوزين يعرفوا من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة بتاعت النهاردة من قبل ما تنزل على التلفزيون. ففي الفيديو ده نتكلم مع بعض شوية تفاصيل كده بخصوص الحلقة 12، فتابع معايا الفيديو النهاية. واسامي ضيوف حلقة النهاردة هتلاقيني سايبهم لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو وفي اول تعليق، وفي الصورة المصغرة هتلاقيني حاطط لك الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. بكررها تاني، في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو وفي اول تعليق، وهتلاقيني عاملها لك قبل الفطار بساعة بالظبط. عشان بيجي لي كومنتات كتير قوي بتقول لي فين الضيف، انا اتفرجت على الحلقة كلها ومفيش الضيف، انا بعرفك ان الضيف في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو، وهتلاقيني كمان عامل لك صورة مصغرة بصورة الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة. احنا في الحلقة اللي بننزلها كل يوم بنتكلم شوية مع بعض عن برنامج رامز جلال، وبنعرف رأي بعضنا في البرنامج وفي الحلقة بتاعتي كل يوم. وانا اتوقع ان اللي هيجي في حلقة النهاردة من برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة ال 12 هيكون حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وده مجرد توقع، وهنعرف مع بعض قبل الفطار بساعة. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق والصورة مصغرة، لان الحلقة دي بالذات ناس كتير قوي مستنياها وعايزين يشوفوا رد فعل حسن شاكوش وريم طارق لما يشوفوا بعض في المقلب. بس ده توقع، وهنأكد المعلومة برضو لو المعلومة اكيد ده هنأكدها مع بعض قبل الفطار. هتلاقيني مغير لك العنوان والوصف والصورة بتاعت الفيديو، وانزل تحت في الكومنتات اكتب لي انت متوقع مين اللي هيجي في حلقة النهاردة في برنامج رامز جاب من الاخر. وبعد ما شفنا اول 11 حلقة من برنامج رامز جاب من الاخر، فعلا البرنامج السنة دي برنامج قوي جدا جدا، ورامز راجع ببرنامج قلب الدنيا بصراحة وقلب الترندات في كل المواقع. لان طبعا زي ما انتم عارفين كلكم ان فكرة برنامج رامز السنة دي فكرة مختلفة جدا عن كل البرامج اللي رامز قدمها طول السنين اللي فاتت. فكرة البرنامج جميلة جدا، ان هو بيجيب اتنين في بينهم مشاكل او خناق او اي حاجة، وبيبدأ ان هو يصلح العلاقات بينهم ويرجعهم لبعض. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا على القناة بننزل لكم كل يوم فيديو جديد لبرنامج رامز جلال، وبنتوقع مع بعض من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة من قبل ما تتعرض على التلفزيون بساعة او ساعتين بالظبط. ولو انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت ارجع وشوفها، هتلاقيني عامل لك بلاي ليست او قائمة تشغيل كده فيها كل حلقات رامز جلال من بداية الحلقة الاولى لحد الحلقة ال 11، وحلقة النهاردة هنزلها لك الحلقة ال 12 من برنامجه الجديد رامز جاب من الاخر. وحلقة النهاردة هتكون جميلة جدا وهتعجبكم، لان ضيف حلقة النهاردة ضيف مميزة وكلكم بتحبوهم. طبعا زي ما انتوا عارفين انا مش هقدر انزل لكم اي فيديوهات للحلقة، لان طبعا الفيديوهات دي بيكون عليها حقوق، فصعب ان ننزلها هنا على القناة. انا بعرفك تفاصيل الحلقة وبعرفك مين الضيوف اللي هيجوا من قبل ما ينزلوا على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، وهعرفك مين الضيف اللي هيجي في الحلقة بس قبل الفطار بساعة، لان مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورتهم في الصورة المصغرة، واديني بكررها تاني وتالت ورابع. ويلا بينا نراجع مع بعض سريعا كده الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الاخر من بداية الحلقة الاولى لحد الحلقة 11. وحلقة النهاردة هتلاقيني منزلها لك قبل الفطار وبعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. يظنون ان الترند بالخناق والعنف ومن الاقوال الشهيره، ولا بسلامتك بيكيه ولا بسلامتك شاكيرا. I'm a shower.
حلقة النهاردة معانا الحلقة 12 من برنامج رامز جاب من الآخر. هنعرف من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة، وهتلاقيني مغيرلك عنوان الفيديو ووصف الفيديو وأول تعليق، وهتلاقيني عاملك صورة مصغرة بصور الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. انزل اكتبلي تحت في الكومنتات مستني حلقة من الفنانين كده. أبطال، مش عايز أحرق لكم كتير عن الحلقة، وعايزك تكتبلي رأيك تحت في الكومنتات بعد ما تشوف الحلقة من رامز جاب من الآخر على التلفزيون على قناة MC مصر. وبس كده أبطال، هيكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهتلاقيني سايب لك اسم الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة، هتلاقيني سايبه لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في أول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة ليه. وبس كده أبطال، أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وتنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وتم الكشف عن بعض الضيوف في برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024، واللي هيكونوا في برنامج رامز جاب من الآخر. وضحايا برنامج رامز جاب من الاخر محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، ومي عمر مع نجلاء بدر، وكمان احمد مالك وهدى المفتي، وكمان سمية الخشاب وايتن عامر، ونسرين امين ويسرى اللوزي، وكمان حمد المرغني ومراته، وكهربا وعبد الله السعيد، ومها احمد وفادي خفاجة، وعبد المنعم والونش، وميدو وامام عاشور. يظنون ان الترند بالخناق والهن ومن اقوال الشهيرة، ولا بسلامتك تكيه ولا بسلامتك شكيرة.